هذه المناسبة التاريخية العظيمة والتي نحتفل بها نحن وشعبنا العزيز والعظيم بالذكرى 70 لاندلاع تراثنا المباركة والمجيدة، كذلك نحتفل في وهران بهذه الذكرى بالفاتح من نوفمبر الذي كذلك يمثل الشباب الإفارقة، يمثل يوم الشباب الإفريقي. عقارب الساعة كلها مضبوطة والجزائر استعدت جيدا لاستقبال شباب الإفريقية من 55 دولة. الحمد لله تعالى تم استقبال جل الشباب. الرحلة التي قدمنا فيها 140 شاب قدموا من تقريبا أزيد من 25 دولة وصلت إلى هنا إلى مدينة وهران. أنا متحمسة جدا بوجودي في وهران بالجزائر، وأريد أن أشكر الحكومة الجزائرية، ونحن متحمسون جدا لأيام المنتدى القادمة ونتطلع إلى محادثات راقية ونسعى لتبادل الخبرات بين شباب البلدان الإفريقية ليتعلمون من بعضهم البعض، كما أن لدينا برنامج لبناء قدراتهم وتعزيز مهاراتهم التي يمتلكونها بالفعل.